هل إحنا كبشر مصدقين إن في كائنات غيرنا عايشة معانا في الكون والكواكب التانية؟ ثور ولوكي اتنين إخوات عايشين مع أبوهم الملك العظيم لمملكة أسجارد الخلدة. من وهم صغيرين أبوهم كان بيحكي لهم عن الحرب العظيمة اللي خاضها في سبيل حماية البشر من خطر عمالقة الصقيع اللي كانوا بيهددوا البشر، وإزاي استحوذ على مصدر قوتهم وحافظ على السلام بينهم لسنين، وإن واحد منهم لما يبقى الملك لازم يحافظ على السلام ده وما يروحش برجله للحرب، ومع ذلك لازم يكون مستعد ليها في أي وقت. وبعد مرور سنين بيكبر ثور ولوكي وبيتوج الملك العظيم أودن أولفاذر ابن ثور كوريس ليه وملك للمملكة من بعده، وكمان ائتمنوا على المطرقة العظيمة ميولنير، أقوى سلاح اتصنع، سلاح فتاك قوي ملوش مثيل، اتصنع من قلب النجم الميت، ممكن يعمر ممكن يدمر. وهم في حفلة التتويج ولسه الملك هيعلن ثور ملك من بعده ويتولى العرش، هوب حصل هجوم مفاجئ من عمالقة الصقيع لمملكة أسجارد، وحاولوا يرجعوا مصدر قوتهم اللي كان الملك خده منهم زمان في الحرب العظيمة، بس الملك قدر يمنع الهجوم ده ويحافظ على المملكة عن طريق سلاح المملكة السري. اتضايق ثور من اللي حصل، احنا لازم نحاربهم ونمنعهم يهاجمونا من تاني، ويرفض الملك أودن الكلام ويقول له احنا بيننا وبين لافي ملك الصقيع معاهدة. ثور يقول له ايوه بس هم خرقوها، قال له الملك لا دول قلة مندسة واتعامل معاهم الواجب. ثور يقول له انا خلاص بقيت الملك ومن حق، يقطعه الملك أودن ويقول له لا لسه ما بقتش الملك. بيغضب ثور غضب عارم، ويجي اخوه لوكي اللي قاعد يراقب كل ده في صمت، ويبتدي لوكي يقول له على فكرة انت معاك حق في كل اللي قلته، لازم نعمل معاهم السليمة، دول علموا علينا في بيتنا مرة، المرة دي كم واحد يا ترى هيجي؟ هيستسهلوا الهجوم علينا وبدل واحد يبقوا جيش، الحل الوحيد انك تعصي ابونا. بيبص له ثور ويقوم يجمع اصحابه ويحاول يحشدهم يروحوا معاه يوتنهايم ارض عمالقة الصقيع، فبيردوا اصحابه انه لا ده مكان متحرم علينا. فثور بيضحك ويقول لهم ايه بس في ايه، احنا هنروح نفهم اللي بيحصل ونرجع تاني. صاحبه فاندرال يقول له لا ده مكان خطير يا ثور مش رحله لدريم بارك. فيضحك ثور ويقول له هو انتوا نسيتوا الشقاوه اللي عملناها ولا ايه؟ ايه يا فاندرال؟ ايه يا هوجن؟ نسيتوا المعارك العظيمه اللي خضناها؟ ايه يا فالستاج يا اخويا؟ مين روق عليك باحلى اكل وشرب ودلع؟ فالستاج يقول له انت يا اخويا. فثور يقول لصاحبته سيف مين دعمك؟ مين قالك انت قويه وساعدك تثبتي ان البنت زي الولد ما هياش كمالت عدد وانك محاربه قويه؟ اصدقائي الاعزاء احنا رايحين على يوتنهايم. بيتوجهوا فعلا للبوابه عشان يقنعوا حارس البوابه انهم يسيبهم يخرجوا من المملكه من غير ما يقول للملك أودن، وبيوافق الحارس لان هو كمان عايز يفهم ازاي عمالقه الصقيع غفلوا ودخلوا المملكه، بس بيحذرهم انهم وهم راجعين لو كان في اي خطر منهم على المملكه مش هيقدر يدخلهم تاني وهيفضلوا محبوسين في مملكه الصقيع للابد. فبيقولوا له طب ما تسيب الجسر بينا مفتوح. فبيقول لهم الجسر لو فضل مفتوح ممكن يدمر يوتنهايم وانتوا هناك وتموتوا. فثور يقول له لا 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 فاكس مش عامل حساب يموت النهارده، وبينطلقوا ليوتنهايم. بيوصلوا لمملكه الصقيع وما بيلاقوش حد لحد ما بيسمعوا صوت يقول لهم انتوا جايين من اسجارد هنا عشان تموتوا. فبيعرف ثور نفسه، ولافي ملك الصقيع بيقول له اه ما انا عارفك. فبيساله ثور بغضب ازاي رجالتك تقتحم مملكتنا، وهنا بيرد عليه لافي ان بيت الملك أودن مليان بالخونه. فبيقول له ثور لا سيرت ابويا ما تتجابش على لسانه. فيغضب لافي ويقول له ابوك حرامي وسرقنا وانت مجرد عيل صغير عايز تعمل مشاكل عشان تثبت انك راجل. ولسه هيتعصب ثور فلوكي بيقول له بقول لك ايه امسك العقل يا ثور شوف عددهم وشوف عددنا. وبيحذره ملك الصقيع انه مش مدرك نتيجه افعاله، وبيقول له انه قدامه فرصه واحده بس انه يمشي. فلوكي بيشكره ويبتدوا يمشوا فعلا، وهم ماشيين راح رامي لافي كلمتين كده مالهمش لازمه واتكلوا على السين. فراح ثور قال بس غلط وانا مستنيه يغلط، وبدا ثور واصحابه المعركه ضد ملك الصقيع ورجالته. بتبدا المعركه وثور واصحابه مسيطرين، بس الامر بيخرج عن السيطره ويبدا عمالقه الصقيع يزيدوا، والفكره ان لو عمالقه الصقيع لمسوا ثور واصحابه ده بيأذيهم. وحاول ثور واصحابه يهربوا بس اتكترت العمالقه عليهم لحد ما وصل الملك أودن بنفسه عشان يحل الموضوع بينه وبين لافي ملك الصقيع. الملك أودن كان باين عليه التعب وانه سنه كبر، فهنا لافي بيقول له ابنك هو اللي بدأ ومش هيمشي غير لما يتحقق اللي هو عاوزه، يا ينتصر يا يموت. بيسمع الملك أودن الكلمتين دول ويقول له تمام، وياخد اولاده ويرجع للمملكه. ولما بيرجع للمملكه بيتخانق مع ثور، كان لازم تحارب، ثور عايز الممالك كلها تخاف منه ويبقى عنده صيت زي صيت ابوه، بس ابوه بيقول له ده مجرد غرور ودى الممالك في داهيه. بيحتد ثور على ابوه وانه كده هيضيع المملكه، وهنا ابوه غضب غضب شديد وقال له انه غلطان انه كان فاكر ثور جاهز للحكم، ونفى الملك أودن ابن ثور بعد ما جرده من كل قوته وخد منه المطرقه. في هذه الأثناء كانت عالمة الفيزياء جين بتراقب الأحوال الجوية ومستنية إعصار يحصل عشان تصوره، وبتلاقي السماء بيحصل فيها حاجة غريبة نتيجة نزول ثور للأرض، وهي وأصحابها بيقربوا من العاصفة دي وسط التراب والعفرة هوب بيخبطوا في ثور اللي لسه منفي من مملكته، وهو ولا فاهم هم مين ولا هو فين ولا هم عارفين ده جه منين.
فشافوه بيهزي راحوا ساقينه بالكهرباء وخدوه على المستشفى. بتحلل جين الاحداث وبتحاول تفهم سبب الاعصار الغريب اللي حصل، وبتشوف صوره لسور وهو جوه الاعصار، فبتفهم انه ممكن يكون عنده تفسير للي حصل، وبتروح المستشفى تشوفه، بس بتلاقيه هرب. لسه جايه تدور العربيه عشان تشوفه هرب فين، بتلاقيه ورا عربيتها. مش بس صور اللي اتنفل الارض، الملك اودن كمان رمى المطرقه للارض ورمى عليها تعويذه، اللي هيقدر يشيل المطرقه هو بس اللي جدير بيها وجدير بكل قوه صور. وبالفعل في ناس بيلاقوا المطرقه وبيستغربوها جدا، محدش قادر يشيلها، لدرجه ان الامر بيوصل للشرطه الفدراليه. بنرجع لمملكه اسجارد واصحاب صور بيتكلموا في اللي حصل ويتسالوا ازاي الملك اودن عرف انهم في يوتنهايم. وساعتها لوكي بيقول لهم ان هو اللي قال للحارس يبلغ الملك وان هو اللي انقذهم من الموت. كلهم بيشكوا ان لوكي هو الخاين اللي لافي قال عليه، بس بيكذبوا نفسهم. لوكي لما لمسوا حد من العمالقه ما تاثرش اطلاقا، على عكس صاحب صور اللي ايده شبه اتحرقت، فبيفهم ان في شيء غريب وبيروح لمصدر قوه عمالقه الصقيع اللي ابوه كان خده من يوتنهايم ويقدر يمسكه. وبيقول له ابوه انه يسيب مصدر القوه، وساعتها بيعرف لوكي من اودن انه مش ابنه وانه ابن لافي ملك الصقيع، واودن لقاه وهو طفل وخده ورباه عشان لو في يوم حب يعمل سلام مع لافي. بيغضب لوكي ان حياته كانت عباره عن كذبه، وبيتاثر الملك اودن من شده مرضه ويقع. بنرجع تاني لسور ولحياته على الارض، وجين بتحاول تستفهم منه ازاي كان جوه العاصفه، وهم قاعدين بيسمعوا واحد بيتكلم ان في جسم غريب محدش قادر يشيله، فبيفهم سور ان دي المطرقه بتاعته وبيروح عشان يجيبها، وبيفترق عن جين. وترجع جين لمعملها عشان تلاقي ان الشرطه الفدراليه خدت كل شغلها وادواتها. ولما بنروح مملكه اسجارد بنعرف ان الملك اودن راح في سبات عميق ممكن ما يفوقش منه، ولوكي بينصب نفسه ملك للمملكه. اصحاب سور بيعرفوا كده وبيحاولوا ياخدوه على قد عقله ويطلبوا منه يرجع سور من المنفى، بس هو بيرفض. ونرجع تاني لثور اللي بيحاول يوصل للمطرقه، وبتلاقيه جين بعد ما خسرت شغلها وادواتها وبتقرر انها تساعده يمكن توصل لاجابات. بيوصل سور وجين لمكان المطرقه وبيلاقي ان الشرطه الفدراليه مسيطره على المكان بالكامل، فبيقلب المكان دندره والشرطه عماله تطرده عشان ما يسرقش المطرقه. بعد ده كله بيوصل سور اخيرا للمطرقه، بس ما بيقدرش يشيلها لان ابوه جرده منها ومن قوته. الدكتور المشرف على جين دايما بيقول لجين ان اسطوره سور ومطرقه ميولنير ولوكي دي قصص كنا بنسمعها واحنا اطفال، ودي القصص العبثيه اللي بيقولها الشخص اللي بيقول على نفسه سور، والمفروض ما تصدقيهوش. بس جين بتدافع عنه وانه اكيد في شيء من الحقيقه احنا لسه ما اكتشفناهوش. وفي هذه الاثناء اتقبض على سور وبيتحقق معاه، والشرطه فاكره جاسوس مثلا، اصل ازاي قدر يهزم الرجاله دي كلها الا لو متدرب تدريب عالي. وهو في مكان بيتحقق معاه بيظهر لوكي بصوره الحمل الوديع، وبيبلغ سور ان ابوهم اودن مات وانه بقى الملك. فبيسألوا سور هل يقدر يرجع للبيت، فبيبلغوا لوكي ان معاهدة السلام بينهم وبين يوتنهايم بتحتم نفي سور وان امهم منعاه من رجوعه. فسور بيحزن وبيودع لوكي بعد ما بيعتذر له. بيحاول لوكي يشيل المطرقة يمكن يقدر ياخد قوتها، لكن برضه بيفشل. ويجي دكتور ستيرلينج مشرف جين ويبلغ الضباط انهم يحرروا سور، ويحاول يخدعهم ويقول لهم ده دكتور زميلنا وده شغله، فهو اتعصب يعني انكم خدتوا شغله، فجي ينتقم مش اكتر، ده مجرد راجل غضبان ما تعملوش عقلكم بعقله. والضباط بياكلوها ويحرروه بس بيراقبوه. لوكي بدا يدبر لقتل الملك اودن بالفعل، وبيتفق مع لافي انه يقتله وفي المقابل هيرجع له مصدر قوته. بيوافق لافي ويتفق مع لوكي، بس حارس البوابه بدا يشك في لوكي، فاتفق هاميدال حارس البوابه مع اصحاب سور انه هيساعدهم على المدار انهم يرجعوا سور. وبالفعل بينزلوا الارض، ولوكي بيعرف وبيحاول يعمل المستحيل ان سور ما يرجعش، فبيحرر سلاح المملكه السري وبيستغل مصدر قوه عمالقه الصقيع انه يجمد هاميدال حارس البوابه. بيقابل سور اصحابه ويبلغوه انهم جايين يرجعوه للمملكه، وبلغوه ان ابوه عايش وان لوكي خدعه، وبيوصل سلاح المملكه عشان يقتل سور واصحابه. بيحاول اصحاب سور يدافعوا عنه ويقتلوا السلاح، بس بيفشلوا، فبيقول لهم سور انهم يرجعوا المملكه ويقتلوا لوكي وان هو هيتصرف. ويقرر سور انه يضحي بنفسه عشان ينقذ اصحابه وينقذ الارض. وبالفعل سور بيقرب يموت، لكن ابوه رغم ثباته بيحس بيه ويقرر يرجع له المطرقه تاني لانه بعد تضحيته دي اصبح جدير بيها. بترجع لسور قوته وبيهزم السلاح السري، ويقرر يرجع للمملكه عشان يحاسب لوكي. بيحاول ينده على هاميدال يفتح البوابه، بس هاميدال متجمد، ولافي واعوانه وصلوا المملكه عشان يقتلوا الملك اودن حسب اتفاقه مع لوكي. سور بيفضل ينده هاميدال اللي بيقدر يفك نفسه من الصقيع وينجح في فتح الجسر بين سور وبين المملكة. بيودع سور جين ويوعدها انه هيرجع لها تاني، وبيوصل المملكة ويحاول يلحق ابوه من لافي واعوان. لافي لسه جاي يقتل اودن، راح لوكي لحقه وقتله، وبان في مظهر الرجل الشجاع المنقذ، وبلغ سور انه عمل كل ده لمصلحة المملكة وانه هيروح يدمر يوتنهايم.
لوكي عايز يدمر يوتنهايم عشان يبان قدام ابوه انه الشجاع اللي قضى على العمالقه وانه اقدر بالحكم من ثور، فساب الجسر مفتوح. حاول ثور يمنعه انه يقوم حرب جديده، وعشان يمنع خراب يوتنهايم الحل الوحيد انه يهد الجسر اللي بيربط المملكه بباقي العوالم، رغم ان ده هيمنعه عن الوصول للارض وجين. وبالفعل هد ثور الجسر وكان هيموت، بس ابوه فاق من ثباته وانقذه. لوكي قال لابوه انه كان بيحاول يعمل الصح بس ابوه رفض، فرمى لوكي نفسه من على الجسر. ساد السلام الممالك من تاني، بس فضل ثور حزين على فقدان لوكي وجين، وسامح الملك أودن ابن ثور وقال له انه هيبقى ملك حكيم وانه فخور بيه دلوقتي. وبيقف هاميدال وثور على طرف الجسر وبيقول هاميدال لثور انه لسه في امل انه يرجع الجسر تاني ويقدر يقابل جين. وبيخلص فيلمنا. كان معاكم اسماء، ونشوفكم الفيلم الجاي على فيلم سينما.